أنا بالتصوير دكتور محسن فائز بجائزة الملك فيصل للأدب العربي. دكتور حدثنا عن الجائزة، حدثنا عن فوزك بهذا الفرع الأدب العربي. حقيقة مناسبة عظيمة جدا أنه أن يفوز الإنسان بهذه الجائزة المهمة، لأن هذه الجائزة تميزت على مدى قرابة 40 عاما باختيارات معلومة، وغالبا ما تمر الترشيحات على عدد كبير من المحكمين، فبالتالي هي جائزة مهمة حقيقة. وفي هذا التخصص بالذات، أي الأدب العربي المكتوب باللغة الإنجليزية، يعد هذا التخصص مهما جدا في الوقت الحاضر، ذلك لأننا نتحاور الآن في مجال آخر، هو مجال عولمة الثقافة، وهذه العولمة تطرح الشيء المضاد أيضا، بمعنى كيف لنا أن نؤكد هويتنا العربية في داخل الثقافات العالمية، وهذا لا يتأكد إلا من خلال الآداب. ولهذا فالكتابة عن هذه الآداب وفي ضوء العلاقة بالنظريات الفكرية الحديثة وقدرة هذه الآداب على التماهي مع الآداب العالمية والدخول في حيثيات هذه الثقافات، سيكون هذا هو الرافد المهم في تغذية الثقافة العربية من جانب، وفي تغذية الثقافات العالمية من جانب آخر. هذه هنا يبرز أهمية الجائزة، أهمية نعم، وأهمية الميدان هذا. الميدان. طيب دكتور، يعني إيش اللي يفكر فيه دكتور مستقبلاً، يعني بعد نيله على هذه الجائزة؟ هذه الجوائز كما تعلم تأتي بموجب النتاجات العديدة التي تكتبها، والحمد لله ما زلت أكتب الكثير من المشاريع، ولدي مشاريع كثيرة. سيظهر كتاب التالي بعد بضعة أشهر عن نوتردام يونيفرسيتي بريس، يعني دار نشر جامعة نوتردام الأمريكية، وهذا يتناول موضوع السيرة الذاتية في العصر الحديث، ولكن السيرة الذاتية في العصر الحديث بمعنى أنها كيف تؤكد لنا طبيعة الهوية مرة أخرى، أي هوية الكاتب الذي يرى أنه يشكل جزءاً مهماً في داخل ثقافته، لدرجة أنه قرر أن يكتب هذه السيرة. أي أن كتابة السيرة ليست كتابة بريئة، أنها كتابة موجهة إلى القارئ من جانب، كما أنها كتابة موجهة إلى ذات الكاتب، لأنه يمتحن نفسه من خلال هذه الكتابة. شكراً جزيلاً. الله يسلمك وحياك الله.